الرحمن الرحيم. شكرا سي عبد القادر سبيتي، شكرا للائد فراش انخو. اخيرا وليس اخرا، المنتخب الوطني المغربي يفوز على المنتخب البرتغالي في ربع النهائي لكاس العالم قطر. من كان يظن ان فوز المغاربه سوف يبكي رونالدو كريستيانو احسن لاعب في العالم، سوف يغادر ودموعه منهمرة في ملعب التمامة. هذا هو فريق المنتخب الوطني المغربي، هذا هو وليد الركراكي، هذو هم اللاعبين الذين يتقاتلون بالنية وبرضك الوالدين، كما قال السي الركراكي ديروا الخير. فنأمل من الحكومة المغربية أنها تدير معنا النية وتدير الخير الشعب المغربي. إذا هذه نهضة على المستوى الرياضي، على المستوى الكروي خاصة، يجب أن نلتفت إلى الشعب المغربي حتى يكون هناك نهضة على المستوى الاقتصادي. يجب تخفيض الأسعار، يجب تكون نهضة على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم. إذا فرحة كبيرة، فرحة عارمة. إذا كيف كتشوف هذا التعبير على الفرح والاجواء اللي كتعيشها ساحه التحرير وساكنه مدينه العرائش، يعني الاحتفال بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي؟ ساحه التحرير تغرد بالشوق بهذا الفوز، بهذه الفرحه العارمه. انه تعبير اكثر من رائع. هنا بساحه التحرير، ساحه اسبانيا التي تغلبت على اسبانيا وتغلبت على البرتغال، تذكرنا بمعركه الزلاقه ومعركه واد المخازن. اذا التحرير على ايدي الشعب، على ايدي اللاعبين، لاعبي المنتخب الوطني المغربي. جاء تحريرنا من البرتغيز كما جاء تحريرنا من الاسبان، ونحن الان في المربع الذهبي. شنو هي الرساله اللي كتوجهها للمنتخب المغربي من ساكنه العرائش؟ يعني انت واحد من ساكنه العرائش اللي كتوجهها للمدرب واللاعبين، يعني المنتخب المغربي. رساله الى وليد الركراكي، نستمع الى خطاباتك باستمرار. فعلا النيه والخير ورده الوالدين واقفين معك، وكذلك الشعب المغربي كافه هو يظن ظن الخير في الاطار الوطني المحض. سي وليد الركراكي هارد لاك للفرق. والكاتبة وليد الركراكي، اش كاتبة وليد الركراكي؟ طبعا لاحظنا اليوم بشكل او باخر وجود يعني اللاعب مناحي اللي هو تركيبه بشريه خاصه من تكوين مغربي محض من اكاديميه محمد السادس، كذلك يوسف النصيري اللي هو ايضا من كتيبه تكوين مغربي من اكاديميه محمد السادس، كذلك جواد اليميق، اشرف داري، يحيى جبران، وعطيه الله. اذا لدينا منتخب وطني بامتياز، تكوين داخل ارض الوطن، وايضا استعانه باللاعبين الكبار الذين هم منتدبين من فرق اوروبيه كبيره امثال زياش وبوفال وصابر وما الى ذلك. اذا الف تحيه لكتيبه وليد الركراكي في المربع الذهبي، وان شاء الله النهايه سوف تكون بين كرواتيا والمغرب، والمغرب سوف يفوز بكاس العالم ان شاء الله.